يتجدد اللقاء بكم أحبتي متابعي فضائية الأيام ويوم مونديالي المضاف من برنامج أيام المونديال. مع انطلاق الجولة الثالثة وهي الأخيرة من مباريات الدور الأول، تجري مباريات كل مجموعة بالتوقيت ذاته منعا لأي تلاعب متعمد لإقصاء منتخب لحساب سواه. ففي المباراتين الجاريتين الآن للمجموعة بي ومع انطلاق الشوط الثاني من المباراتين كلتاهما، تشير نتيجة مواجهة إيران وأمريكا إلى تقدم أمريكا بهدف واحد، فيما لا يزال المنتخب الإنجليزي متعادلا مع نظيره الويلزي من دون أهداف. وإذا ما استمرت النتيجتان بهذا الوضع، سيتأهل المنتخبان الإنجليزي والأمريكي إلى الدور اللاحق من المونديال. وفي المجموعة الأولى فقد تأهل المنتخب الهولندي بفوزه على قطر بهدفين من دون رد، ولحق به المنتخب السنغالي بفوزه على الأكوادور بهدفين لهدف. أهلا بكم متابعي فضائية الأيام، أهلا بكم أحبتي مجددا. كان ذلك فاصل لأجمل أهداف مباريات يوم أمس، ولكن وبالنظر لما يعني المباراة الأهم اليوم، خلونا نتابع فاصل قصير عن مجريات أو أحداث مباراة إيران أمريكا في مونديال فرنسا 1998. أهلا بكم. اللقطات يعني كانت أفراح حميد رضا ستيليو ومهدي مهدفيكا تختلف عن مجريات الشوط الأول هذا اليوم. رحبوا معي مرة أخرى بمحللنا الكروي الأستاذ خلف حسن كريم. حياك الله أبو علي، تحياتي لك وإلى كل الجمهور اللي تابع هذا البرنامج، وتحياتي إلى أبو جنة كابتن نعيم صدام، إن شاء الله يكون إضافة جديدة وبكل تأكيد إضافة جديدة للبرنامج. ورحب بك كابتن نعيم لاعبنا الدولي والمحلل الكروي المعروف، أهلا بك. أستاذ سين، تحية إليك ولا مشاهدي برنامجك أيام مونديال ومن قناة الأيام. خلينا نعبر هذه المباراة وهذا هاي المباراة هي مشدودة، سيكون لنا حديث ونتواصل مع النتيجة بالتأكيد. نمر على مباراة هولندا قطر، تفضل استاذ. يعني شوف، قد تكون هاي المباراة تحصيل حاصل. لو تسأل كل المتابعين للبرنامج او الناس اللي يحضرون المباراة، يقول لك راح يتقابلون هولندا وقطر، شو نتيجة المباراة؟ كل العالم راح ترجع الفريق الهولندي، يعني تاريخ وثقل الكرة الهولندية. والفريق القطري اللي أنا وياك تكلمنا الكثير، قلنا هل هو هذا الفريق اللي يعد إلى كأس العالم ليحقق على الأقل الانتقال للدور الثاني؟ بكل تأكيد إجت الإجابة بالنفي، كلنا نقول لا. أوكي، رغم الإعداد، وراح يتكلم الأخ نعيم على الإعداد الفريق والبطولات اللي يأخذوها، وقطر كل شيء سود، لكن كرة القدم إلى رجال، أنا أقول إلى نوعيات اللاعبين. فلهذا المباراة اليوم قد تكون لعبت من جانب واحد. نعم، وإن كانت معظم، يعني خلينا نقول الفريق الهولندي فاز بأريحية، كأنه حصر المباراة، ابتعد عن جانب البدني، يعني لا إصابات، راح أسجل أكتفي بالإصابة بالأهداف اللي أنا سجلتها وأنا أول المجموعة. فانحصر معظم المباراة انحصرت خلينا نقول داخل أرضية الملعب وسط الملعب. نعم. والاستحواذ الأكثر للفريق. نعم. الهولندي. نعم، الشوط الأول أحبتي يعني إنجلترا ويلز تتقدم لحد الآن، إنجلترا تقدم بهدفين مع بداية الشوط الثاني، عذرا بهدفين، وهي النتيجة تخدم المنتخب الإيراني في هدف واحد. نعم، خليني أرجع بك إلى يعني الوضع غير المقبول للمنتخب القطري، ثلاث مباريات ثلاث هزائم للبلد المضيف، لم يحصل ذلك مسبقا. يعني الكل يعرف استاذ حسين والمشاهدين اكيد انه الفريق المنتخب القطري عد للمشاركه، يعني متوقع منه، الكل يعرف انه متوقع منه، رغم انه مسيره الاعداد اللي تحضر لها المونديال مسيره حافله، رغم انه اشترك في كوبا امريكا، مباريات على مستوى عالي مع منتخب صربيا كثير، لكن هذه الفوارق، المباريات والاعداد ما لغت الفوارق والامكانيات الفنيه اللي يمتلكوها اللاعبين اللي يشتركون في الدوريات الاوروبيه. هذا ما شاهدناه من خلال منافسات، ممكن تدخل مباريات تجريبية، لكن هذا التشكيل أمامك أستاذ نعيم. نعم، نفس اللاعبين، هم نفس أغلب اللاعبين المنتخب القطري، هم اللاعبين اللي معاهم كان سانشيز من أكاديمية سباير من أعمار 13 أو 14 سنة، واستمر معاهم إلى أن وصل
اخذ امم اسيا وشارك كوبا امريكا وكل هم هذا الفريق عادي الى بطوله 22 يعني عام كاس العالم، لكن هذا ما يلغي رغم الامكانيات والاموال الضخمه اللي صرفت عليه، لكن انا اعتقد بالتالي هو هذا المستوى الحقيقي، لانه اللاعبين امكانياتهم مهما تكون محدوده وان كانت مع المنتخب الوطني، لكن من الامور اللي تكمل مسيرتك بالمنتخب الوطني الاحتكاك على مستوى الانديه، الانديه اللي يحتكون بها هؤلاء اللاعبين مستوياتهم مو ما تصل لمستويات العالميه، وهذا ما شاهدناه الان في المجموعه، ما شفنا مباراتهم مع السنغال مع الفرق اللي لعبت معها كل فرق يعني بالرغم ما يعني هذه المباراه أنا تابعته، لذلك يمكن اللقطات مالته راح تكون ليست يعني بحجم ما تؤشره مفكرة نعيم وخلف، لأنه أنتم تابعتوا مباراة السنغال الأكوادور، ومع ذلك يعني يمكن راح نمر على بعض اللقطات اللي ممكن أن يعني نستطلع منها شيئا مما بقي من الكرة القطرية. شوف حتى النسب اللي موجودة اليوم مباراة هولندا مع قطر، يعني شوف الشوط الأول نسبة الاستحواذ 68% الهولندي، الشوط الثاني 63. أنا أعتقد حتى مسألة الاستحواذ اللي حصل عليها منتخب اللي هي 27، 27 استحواذ في المناطق الغير آمنة، المناطق اللي هي خلف المناطق الخطر. الوضع يعني الوضع التنقيط بأنهم بدون أمل أثر على أداء المنتخب القطري اليوم؟ لا أعتقد هم لعبوا الفريق القطري وعدتهم فكر أنه إحنا راح نلعب وإحنا خارجين من البطولة، إحنا ودعنا البطولة بالدور الثاني، فعليه خلينا نقدم شيء عسى أنه نترك أثر طيب لدى الجمهور اللي حضر كل المباريات. أنا باعتقادي أنه الاتحاد القطري والأخوة اللي موجودين الناس المسؤولة بالكرة القطرية إذا فكروا سابقا في كيفية صناعة فريق قوي جدا لكأس العالم أو آسيا، أعتقد الآن راح تبدي أفكار جديدة، يمكن هاي الأفكار اللي بنوا عليها ربما لا راح تستهلك، راح نبدي بأفكار جديدة كيفية تطوير كرة القدم القطرية. صعب يعني أنا خلينا ننتقل بهذا السؤال للنعيم باعتبارك عضو سابق في اتحاد الكرة العراقي، يعني أنت تعد لمرحلة جديدة بعد كأس العالم، مو صعب يعني أنت ذروة ما تتوصل لها؟ هو ممكن تكون بداية، لكن هذا حتى البدايات أستاذ حسين ممكن أستاذ خلفي يعرف هذا الموضوع، أنه شو الآن لو ناخذ التجربة تجربتين، التجربة القطرية والتجربة السعودية، لو شاهد قوة الدوري المنتخبات الوطنية هي مخرجات إلى دوري الاتحاد الدوري متى ما كان قوي ذاك الوقت أنت عندك منتخب قوي، تبقى الفوارق وين بالإمكانيات الفنية اللي ممكن تكون موجودة من ضمن المنتخب وتوظيفه، إمكانية توظيفه المدرب، هاي العوامل إمكانيات المدرب، العوامل المساعدة الاحتكاك، كل هذه التفاصيل هي اللي ممكن تميز الفريق الآخر عن الآخر، لكن الأساسيات أنه لابد أنه يكون عندك دورة قوي على مستوى عالي حتى ممكن يخرجون لك لاعبين ذات إمكانية عالية، ممكن مدرب عنده خيارات كثيرة تكون بتوظيف الإمكانيات العالية اللي يمتلك. العروض اللي قدمها المنتخب السعودي مقبولة خلف يعني في ضوء المقارنة اللي قدمها نعيم، يعني نعم الدوري هناك قوي ولكن يعني العروض فاقت التصور وفاقت يعني حتى ما يجري في الدوري السعودي. يمكن اللي يتكلم عليه الكابتن نعيم شيء مهم جدا، الكرة السعودية فيها الكثير من المواهب الكروية، يعني الإمكانيات الفنية، هاي الإمكانيات الفنية تلعب بدوري منظم جدا ودوري قوي، يعني هسه لو جينا قارنا بين الدوري القطري والدوري السعودي، الدوري السعودي يمكن من أفضل الدوريات بالقارة آسيا، ولهذا مثل ما قال المخرجات أو شي طلع الدوري شي يطلع منتخب قوي، ولهذا هيرفي رينار بإمكانه يخلق بعد منتخب غير هذا المنتخب، لأنه عنده الكم الهائل من اللاعبين اللي يقدموه. نعم بس لحظة واحدة، اللي يقدموه أنا بتصوري، نعم اللي يقدموه الفريق السعودي في هذه البطولة أنا بتصوري فوق الخيال، يعني قدموا كرة قدم رائعة يعني ممكن يتأهلون. لا هو بعيدا عن التأهل، أنا شوف الإمكانيات بالمنتخبات السعوديه، يعني المدرسه اللي يستعملوها الفرق السعوديه هي نفس المدرسه، سواء تشوف النظام او السيستم اللي يلعبون به، تشوفه بمنتخب الناشئين وتشوفه منتخب الشباب وتشوفه بالاولمبي، لذلك حتى المدرب اللي يجي ما عنده مشكله، النظام ماشي،
يعني هذا اللاعبين اللي واجهتهم انت يعني يعني في فئه الشباب نعم. لاقيتهم بالمنتخب الاول؟ نعم نفس اللاعبين من ابقتنا من كنت لاعبين نفسهم نعم. الرومي اللاعبين اللي موجودين الدوسري اغلب اللاعبين اللي واجهتهم. هاي رحنا على مباراه امريكا ايران يعني نعم. كان بودي ان احنا نستطرد في تحليل المباريات اليوم نعم. ونمر على هذه المباراه تباعا عموما. اذا اكو فد منظومه عمل يعني هي مو انه انا اليوم اشتري تبني لاعبين نعم. وطنيين من الاساس تقدر وطنيين تقول. يعني من ابناء السعوديه هو هي الامكانيات موجوده من ابناء البلد او امكانيات ممكن تستعين بها في بعض الاحيان اجيب نعم. مدرب اجنبي او دوري قوي مدرب استثمارات ماليه بمبالغ الماليه واقدم مكملة. اقدم منتخب يعني حس المنتخب السعودي حتى اذا ما تاهل يكفي هذا الشوط الأول أعود إلى هولندا قطر طبعا هذا الهدف واحد من أجمل الأهداف وهذا اللاعب واحد من هدافي البطولة طبعا بهذا الهدف هذا كودي جاكوا هذا اللاعب الهولندي طوله 1.92 هذا اللاعب اللي راح يكون طبعا هذا شاهد دخول رائع جدا 1-2 ومن ثم أخذ المساحة كبيرة بحيث الهدف صار 180 درجة تسديدة على يسار الحارس سجل من عتيه هذا اللاعب خيار حاليا هو بديل كريستيانو رونالدو كخيار لمانشستر يونايتد نعم. آيندهوفن ما يردون يهدون هذا اللاعب بأقل من 50 مليون يورو نعم. بالنتيجة قد يكون هذا واحد من إفرازات بطولة كأس العالم هذا العام نعم المنتخب الهولندي يعني لعب المباراة وهو استرخاء يعني متأهل بكل الأحوال أنا أعتبره كأنه في وحدة تدريبية لا ولعب بالسهل الممتنع أنه مثل ما قال ما محتاج إصابات احتكاك ألعب على 3 نقاط بأقل جهود وممكن ذاك الوقت عدد الأدوار الأخرى اللي ممكن استفاد من اللاعبين لذلك حتى أشوف أفضل لاعب فرانك ديوك أراح بدقيقة يمكن 83 هو لحد الآن يعني عفوا على المقاطعه اخذ كارتين. افضل لاعب في هذه المباراه اللي هو لحد الان المنتخب الهولندي يتقاطع مع المنتخب الامريكي في ضوء معطيات النتائج لحد هذه اللحظه يعني قلت لك هو كل الحسابات لدى المدرب انه هي الفريق بغض النظر من اللي ممكن راح يواجه بكل الاحوال هي راح تكون مباراه حاسمه بعض الفرص اللي كانت للمنتخب قطر يعني هاي انا اعتبرها محاوله يعني محاولات لا تقل لتكون فرصه يعني النسبه هي اللي عدتهم 29% هاي واحده من المرات اللي وصلوا القليله جدا يعني وصلوا بها للمناطق الخطره او مناطق دفاعات المنتخب الهولندي ومع يعني لذلك انتم يعني هاي المباراه دبيتوها علي انا اتابعها واسجلكم لا بس رحت للسنغال الاكوادور لا من رجعنا هنا بالاستوديو يعني حرصنا ان نشوف الشوط الهايلايت لا شوف حتى الهدف هذا استاذ نعم. يعني اكو هدف ثالث كابتن لو شوف الهدف الاول اللي على منتخب قطر شوف الانتظار لدى اللاعبين الدفاع الهولندي كانت فرصه ممكن انه الدفاع القطري يبعتها بسهوله جدا صحيح. لكن تهاون مدافعين اعتقد فرانك ديوك شوف من وين اجى شوف كم لاعب قدامه 2 تراخ وجه هذا الهدف الثاني الهدف الثاني اللي سجل ايه. يعني عموما المنتخب القطري هذا اللي اخذ كاس اسيا يمكن راح يعني تطوى صفحته هم كل اللاعبين انا اعتقد اغلب اللاعبين هم اعمارهم 26 25 يعني ومع ذلك انتهوا باكرا صعب تخسر 3 لعبات على ارضك مع ما انت شكل يعني أشرت إلى العديد من النقاط المهمة إن معطيات الشوط الثاني اللي أنا سجلت لكم إياها وألزمتكم بمتابعته لأن أنتم رايحين على السنغال الأكوادور وكرر ذلك يعني ما ممكن أن نتابع هذه كانت طبعا هذا الهدف الثالث اللي ألغي لأنه الكرة مست جاكبو خلينا نشاهد الحالة وخلينا نمشيها خلينا شلون راح يسجل من عتل الهدف هنا الحالة في وسط الملعب هو خطأ مس باليد لكن الكره راحت يعني الهجمه تكملت راح تبني الهجمه خليها الهجمه مستمره هنا راح يروحون على الهدف ويسجلون الهدف الثالث لكن بعد الرجوع الى الفار طبعا هنا اوفرلاب من خلف واللعبه بطريقه جميله جدا لكن هذا الهدف لم يحتسب لانه مست اليد راح نرجع للفار لا هسه احنا نرجع الفاول نترك الفار
خلي نشوف قرار لعيب المناوله للامام اثنينهم خلف. لا المنطلق اللي سجل هدف ورا اللي من ورا من ورا بعد من ورا خلف خلي. بس على الحاله الاولى رجع على مس اليد مس اليد. لا انا مو انتبهت الى اعتراض اللاعب القطري. شوف نعم هو على اليد على الفاول نعم هي انا الحاله شوف مس اليد هاي هنا هو الغي الهدف بناء على هذا لكني اسال لا لا هذا انطلق من خلف لا ما في اشياء لانه اللاعب المسجل خلف خلف هو سوى اوفر لاب من الخلف لو كان بالامام ممكن لا كان ممكن ان يكون تسلل نعم يعني هذه يعني انا اعتقد حتى الفريق القطري يعني حقيقه من الامور اللي سجلناها انه محمد مونتاري من اللاعبين المميزين يعني اغلب المباريات شاهدنا المدرب يشاركه في الشوط الثاني رغم انه شارك في مباراه سنغال في الشوط الثاني وقدر يسجل هدف ولاعب بنية جسمانية قوية يحتفظ بالكرة حتى بعد نزوله في الدقيقة 63 أنا أعتقد حتى الفريق القطري تغير شكله بالتغييرات في الدقيقة 63 أشرك أكثر من لاعب أبو ضياف محمد مونتاري شفنا صار أكو لدى الفريق القطري حيازة وتدوير كرة وصول إلى المناطق الجزاء كابتن نعيم أنا أعتقد من تتوالى الخسارات على الفريق والمدرب الأمر اللي يخلي المدرب في حالة عدم الاستقرار على التشكيل الأساسي يعني كل ما يدخل المدرب بتشكيل ويحس التشكيل مدى أدي شي يسوي يجري تغذية هو أحيانا داخل المباراة يحدث التغييرات اليوم في بداية الشوط الثاني يعني خط الوسط ثلاثتهم كانوا ما يشاركون ببداية المباراة يعني ربما لينالوا شرف المشاركة مو راح تبقى مثلا أنا طالع وأنا خسران أستاذ حسين كل المباريات شوف كل أغلب الفرق وإن كانت فاقدة الأمل في التأهل لكن تلعب للتاريخ هذا التاريخ يسجل الآن قطر عنده هدف وهذا اللي يمكن والآن العراق نفتخر بهدف في المرحلة الراحل من 86 لحد الآن اللي هو كل ما نتغنى به كل ما نتحدث فيه في كأس العالم إحنا خسرنا 3 خسارات ولكن مع منتخبين تأهلا إلى نصف النهائي المكسيك وبلجيكا وكان عندنا هدف ملغي يعني ضد البرغوي نعم يعني ما ملغي هدف لا قبل ولا بعد لحد الآن حكم من موريشيوس الله يرحم وايد البدري موريشيوس والطوبة شنو مشرفة جدا يعني مشاركة ما سلطت عليها الأضواء مع العلم لم نلعب لم نخذ مباراة على أرضنا في ظرف يعني كان صعب هسه احنا ما نريد نقارن نفسنا مع الاشقاء ولكن يعني ان تخسر على ارضك الامر يختلف ان تتاهل بدون ان تلعب على ارضك منجز هاي تحسب هاي منجز بحد ذاته اذا الان ممكن ان انتقل الى مباراه اخرى لان ربما سيطول الحديث عن مباراه امريكا ايران تحن مباراه السنغال الاكوادور ايه ربعك 2-1 عندك شيء تيجي تقوله قبل ما نبدي؟ لا 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 قول لا لا سولف هسه راح تقوله لو ما تقوله؟ راح يقول راح يقول لا يقول احلى بس خل اوضح فكره احنا سابقا انا يعني نجمل نجمل فيعني انا اقول اميل لفريق هو يميل لفريق عادي فنشوف اللعبه لوحدنا فأنا أكره ينكرني مو مشكلة إيه. هسا اليوم احكي وشاهدك يمك إيه. وشاهدك ابن عمك ماشي يدلل العبودي يابا راح أقول لك شغلة واحدة أنت تحب السنغال والسنغال قدموا شوط أول كأنه هم فقط يلعبون كرة قدم يعني كل الحالات اللي راح نشاهدها ويا الأخوان اللي بالكنترول كل الكرات بالشوط الأول للفريق السنغالي سنغالي محتاج المباراة والإكوادور محتاجين حالة التعادل حتى يتأهلوا ولهذا لعبوا متعادلين من خسروا 1-0 بالشوط الأول راحوا للشوط الثاني لعبوا كرة هجومية إلى أن تعادلوا ومن تعادلوا أنت قمت من عندنا مصيبة بس إيش قلت دقيقتين ونص قلت أنا رايح وجايكم أي. بس ما أقول أنت ورا زين فأنت ورا دقيقتين ونص جيت قلت أنا شو قلت لا ما رحت إيش قلت قال راح يقولون السنغال وقلوا لي قولوا السنغال وأنت جيت قلنا لك يا قولوا السنغال يعني هم توقعت انطوهم كابتن انطوهم بس دقيقتين ونص طوهم عطول صح المنتخب الأكوادوري منتخب بحجم المونديال صحيح ومنتخب يستحق يعني يستحق أن يمضي الدور الثاني ولكن هذه كرة القدم السنغال يعني أي منهما اليوم لو رايح لهذه يستحق التواجد يستحق صحيح أستاذ حسين بس المعطيات أنه
من اللي عنده دافع أكثر للفوز؟ أيه. شوف السنغال عنده دافع أكثر رغم أنه لاعبين على مستوى عالي جدا من المهارات الفنية. عقدة التعادل هاي نفسها أثرت على إيران؟ ألعب للتعادل؟ لا، ممكن هو يجيك الدافع أكثر ما يلعب للتعادل، بس الدافع دور. الأقوى، الدافع الأقوى لدى السنغال لأنه محتاج 3 نقاط. نعم، هذا في خيارين. كل محتاج الفوز. كل المعطيات هي بكرة القدم، لا الفريق اللي يجي على التعادل تكون حظوظه أقل من تكون حظوظ اللي صاحب خيار واحد إنه غير 3 نقاط. ولعبوا أعتقد السنغال الشوط الأول مثل ما قال الكابتن خلف، أعتقد من أفضل، من أروع ما يكون، يمكن حتى نسبة الاستحواذ كبيرة جدا بالنسبة لل كل التشكيك بكل التشكيك بالمنتخب الإنجليزي راح أدراج الرياح. الآن تتقدم إنجلترا 3 أهداف. المنتخب الإيراني يحتاج إلى هدف اليوم للدوري. مو راح لازم تفهم نفهم شيء والجمهور يفهم شيء. نعم، هاي التشكيل أخف. راح نرجع للمباراة هذا السنغال وإكوادور. هذول الفريق نتكلم على الفريق السنغالي. نعم، طبعا الفريق السنغالي عنده 3 لاعبين من اروع ما يمكن، اللي هو اللاعب رقم 13 بولديه. نعم، وعندهم اللاعب اسماعيل سلر اللي اللي سوى البلاوي اليوم كانه هو لاعب بوحده بخط الهجوم، واللاعب الابيضاني رقم المهاجم رقم 13 اليهان نداي. لولا انا باعتقادي سووا كل شيء في كره القدم، بحيث مركز خطورة يعني خطورة الفريق خلال شوطي المباراة هؤلاء 3 لاعبين. ممكن طلع منهم 2 جهة اليمين، إيه لأنه للسنغال يمكن لأنه هو قرأها صح، قال لك أنا شوف يعني الإكوادور اللي شاهدناه أنا والكابتن نايم قد يكون يقدر يقول جول واحد ثاني ما يقدر يقول، لأنه الفريق السنغالي بالحالة الدفاعية وكوليبالي اليوم سوى بلاوي بخط الدفاع، يعني يحس بي هذا المدافع العملاق اللي قالهم إذا قولتوا يفوز الفريق، عرفوا أنا راح أخلي قولتنا أقطع المي والكهرباء. وبالنتيجة قد يكون رجل المباراة الأول كوليبالي اليوم، لأنه هو المنتخب لأنه هو مدافع آخر لاعب وهو اللي سجل هدف الفوز، بالرغم وجود مهاجم هداف البطولة حدان فالنسيا الإكوادوري، يعني رغم أنه وجوده والكل يعرف هداف البطولة لكن ما شفنا اليوم أبد حضور إلى داخل المباراة. طبعا كابتن خلاف يعني أشر قال حسين إذا المنتخب الأكوادوري مضى للدور الثاني ففالنسيا راح تصير له حظوظ في أن يكون هداف. هو تدري يعني إحنا قبل ما تبدأ المباراة شندين تسولف عليه هو هذا إينير فالنسيا، نقول هذا اللاعب ما يوقف مكان بال 18 خارج 18 وين أكو كرة خطرة تلقى هو موجود. بالنتيجة من هاي بهذا السبب هو لازم يكون هداف، هو يدور على الكرة، كرة ساقطة من الحارس من العمود بتوين كرة ثابتة ولهذا. لكن اليوم ليش أقول لك يعني اليوم هذه لقطات الشوط الأول، خلينا نشوف الشوط الأول. نعم، أغلب الهجمات شوف حتى الهجمات أغلبها السنغال من الجهة اليسرى اللي هو اللاعب رقم 13 وال21 اللي خلف. أغلب الكرات الخطرة كلها من هذا الجانب، الجانب الأيسر، الجانب الأيسر للفريق الغاني السنغالي. يعني بس السنغال طبعا هذه في بدايه احنا في بدايه الشوط السنغال الان صاروا 6 نقاط خلاص ترشح اي وهولندا الاول، يعني السنغال ستمضي لانجلترا يعني في حل والله مباراه صعبه اذا تجيهم الجنتان اعتقد مو راح تكون مو سهله ابدا، يعني المباراه فريق السنغال قاعد مستوى يتصاعد كيف دائما لا 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 مو كيف افريقيا لا 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 يواجهون صعوبات بس خلينا نعم الكره الانجليزيه نعم الكره الانجليزيه بالتحديد يعني دونا عن اوروبا بالضبط، يعني امريكا اللاتينيه ايضا تعاني امام افريقيا ولكن منتخبات انجلترا بالتحديد يعني تعاني لو ترجع الى نتائج امام المنتخبات الانجليزيه والسنغال اعتقد في هذه المرحله يعني نعيم شوف افريقيا بدون مصر نعم. بدون الجزائر بدون كوت ديفوار صح العاج صح فرق بمنتخبات تعتبر مستويات عاليه جدا يعني ارتقت لان اغلب اللاعبين استاذ حسين ليش ارتقت كله اغلب اللاعبين يلعبون دوريات الدوريات الاوروبيه اوروبا نعم. بامريكا اللاتينيه نعم لاعب مميز جدا مهاره عاليه سجلت الكثير من اللقطات ومعظمها بالشوط يمكن الاول يعني شو هذه هي توالت الفرص الى ان نوصل للهدف الاول
نعم. طبعا الهدف الاول للفريق السنغالي اجاب الدقيقه 41 تقريبا 41 ضربه جزاء. خلينا نشوف ضربه الجزاء. طبعا انا اقول احيانا انت كمدافع تخسرك فريقك في حركه انا اقول هي غير ضروريه. انت يمكن تكلمت قلت هو لو من سبب اعثار لو عارفها رايح كان الحارس وهذا نتكلم عنه بالمكان. فخلينا نشوفها بالاعاده بالريبلاي. يمكن هنا كابتن هو الراك هسه اللاعب شوف إيه؟ بالاستمراريه راك ما ممكن يوقف. اي صحيح بالاستمراريه إيه؟ ما عنده حل ما وقف ما يتحاشر ما يقدر يتحاشر الاصطدام هو بس ما قدر. خلينا نشوفها يمكن اكو عاده له من الكاميرا الاماميه. هذه احلى اعاده. هذا الثلاثه سوى يمكن احنا اليوم هم راح نتكلم ويا الكابتن لوي نعم ابو احمد حتى يشرح لنا هاي الحاله. نعم. مرات احنا نقول ضربه جزاء واحد يقول مو ضربه جزاء وهاي انت تتونس عليها هاي السؤال. وانا اقول يمكن نختلف اكو كره المنتخب القطري انا اعتقد نفس الحاله تشبه هذه اللحظه نفس الحاله بالضبط امام السنغال ايضا ما احتسبها امام السنغال نفس هذه الحاله بالضبط. نعم ما احتسبها الحكم. هي هاي نقول هي المسائل التقديريه اللي ممكن هو يكون الحكم هو اللي يقدر الحاله هو الفيصل يعني ليش سموه حكم غير الحاكم بامر الكره. طبعا هذه احداث الشوط الاول هذه انتهت يعني تقريبا هذه معظم احداث الاكوادور ما خطروا ما عندهم خطوره يعني خاصه الشوط فقط حتى الشوط الثاني حيازه داخل مناطق غير خطره لكن بس من حاله ثابته يمكن تحدثنا انا وكابتن خلف قبلها قلنا ممكن يسجلون من حاله ثابته واللي صار صح انه من حاله ثابته ضربه زاويه ننتقل للشوط الثاني من المباراه نشوف ابرز يعني اللقطات اللي حق اللي سجلتها مفكره المحللين الكرويين استاذ كريم استاذ خلف واستاذ نعيم. شوف هذه واحده من اللمحات الفنيه لهذا اللاعب. نعم الايمان اثنين لاعبين خطرين اشهرهم نعيم يمكن طلعهم بالشوط الثاني لانه بعد محتاج ما الاثنين واحد رادي يعني رادي يدافع رادي يدافع رادي هو يعني حافظ على النتيجه من حاله الدفاعيه انا اعتقد هو كانت خياراته محقه جدا عزز الدفاع لان طلع المهاجم رقم 9 اللي كان هو من افضل اللاعبين يوم اعتقد بالسنغال من اللاعبين المميزين جدا وشغل المدافعين بولويه طلعه ونزل ديار. مدافعين صحيح هذا هدف يعني حتى لو تشوف هذا الهدف شوف هذا يمكن احنا قبلها قلنا من حالة ثابتة كنا نتكلم لان ما مو خطرين ابد امام لان فالنسيا من اخطر المهاجمين ما طب لمنطقه الجزاء هنا قمت ثاني ايه احنا نشوف حتى لو ترجع نسبه الاستحواذ الشوط الاول للسنغال 53% شوف الشوط الثاني ايش صار عندهم بتوفيق الهدف يعني هذا اعتقد كان يلعب للمرمى شوف المدافعين ايش قد هذا لازم العمود الايسر هو كم مدافع كم مدافع إيه وهذا المغطي هذا شوف لازم العمود الايسر ولا هي كانت يعني يمكن يعني ما ممكن اي لو هو طالع الاكوادور يقولون الا في هذه الحاله الا في هذه الحاله الا في حالات ثابته مع وجود فالنسيا مع وجود فالنسيا لان فالنسيا اليوم حتى اعتقد الهدف الثاني هو كان هاي من فالنسيا اللي انطاها هي بقى. ايضا هل بها توفيق خلينا نرجع هذا الهدف راح نعاد تدري ليش هذه الكره الثابته اللي لعبت بالاساس لو تشوف الفاول اللي صار قبل يعني هو هي كره فاول ولعبت نعم. بس ارتكام فاول في هذه المنطقه ويلعب بهاي الخطوره ممكن يسبب لك هدف يعني مرات انت لا تخطأ يعني لسه فاول في منطقه خطره يعني الخطا ضربه الجزاء من اللاعب رقم 3 سجلت هدف هذه الكره لو نرجع لها يعني قبل التنفيذ ليش سويت الفاول يعني انا يمكن كنت قاعدين انا والكابتن يعني قلت هاي الاخطاء هي اللي تخسرك المباراه يعني رفعت الكره وبعد يعني الفريق السنغالي ما عنده شيء يخسره يعني لازم عادلوني انا راح اطلع ايش قد عندي بعد؟ عندي حوالي نصف ساعة، أرجع للمباراة لو ما أرجع للمباراة؟ أنا يعني أشوف نفس القضية أنت تحدثت عنها أكو فد
حالة يعني من تراخي بالاحتكاك بالنسبة للمنتخب الإيراني بالشوط الأول. شفت جدا قلت يمكن أكو توسيع للمدرب حتى لا تسببوا لنا أي حرج أي خطأ. يمكن أمام منطقة الجزاء. المشكلة هذا الهدف إجى يعني إرداف سريع ورا يمكن بعد دقيقتين بعد المنتخب الأكوادوري ما مستوعب القضية. دقيقة 67 التعادل بالدقيقة 69 و30 ثانية سجل هدف هدف يعني ما تهنوا بيه خلينا نقول هدف التعديل. لذلك يعني كان الفريق الأكوادوري لعب المباراة كله تقريبا خاسر. حتى بعد الهدف ما شاهدنا فريق الاكوادور بادر انه يصعد الهجوم ورد فعل. شفنا السنغال اكثر من فرصه كان ممكن يسجلون هدف ثالث يضيفون هدف دقيقة ثالث دقيقه 81 دقيقه 89 كان ممكن يضيفون هدف ثالث. يعني هذا المرض القديم ان تلعب بخياري الفوز والتعادل ممكن ان تخسر. هي حاله نفسيه وطبيعيه جدا يعني في دائما ايش قد انت تعمل كمدرب او منظومه عمل موجوده داخل المنتخبات الوطنيه طلعك من هذا الجو ما تقدر لان انت في داخلك الخيار موجود انه التعادل ممكن يخدمني. نعم. ايش قد تحاول تخرجه من هذا النظام او هذه الافكار صعب. يعني انت في حاله التعادل اكيد راح تعزز الحاله الدفاعيه من الطبيعي جدا حتى ممكن تطلع وتتاهل للدور الثاني. هسه احنا يعني مدى نتابع مباراه امريكا وايران. الان ايران صار يمكن صار اعتماد انا شفت الشوط الاول الدافع المعنوي اعلى بكثير من الدافع او الواعز الفني عكس المنتخب الامريكي. لا انا بتصوري الفريق الايراني دخل للمباراه بناء على توجيهات المدرب. احنا نريد نحافظ على شباكنا نظيفه بحيث كل شيء بالشوط الاول ساير باتجاه الفريق الامريكي. هاي المنتاليتي انه انا العب للتعادل حتى اترشح وظل أدافع طيلة الشوط لابد أن ترتكب خطأ. الأخطاء اللي ارتكبت بالشوط الأول للفريق الإيراني أكو كرات قطرية تنتقل من جهة اليسار إلى ظهير اليمين وبالنتيجة تنعكس على الجانب وهذا أكو ثلاثة هذا بولوفسكي اسمه لاعب اللي يسجل وأكو واحد اسمه جشوا جشوا واللاعب ظهير اليمين زائدا يعني ذولا مكمل للخطورة. ابن جورج ويه لاعب من أروع ما يمكن سجل ولغة والهدف بس انت ان شاء الله شوطة تاني يمكن مختلف. رح نرجع يعني الى استطراد في تحليل هذه المباراة. خلوني اشوف تقرير يستقرأ اسقاطات يعني الاختلافات السياسية على المواجهات بين إيران وأمريكا بالتحديد ونرجع لكم. أهلا بكم مجددا أحبتي متابعي فضائية الأيام. شوف الشد في المباراة السابقة بال98 والتداخل السياسي يعني يصعب علي أن شلون اللاعبين يقدرون يطلعون من هذه المباراة بسلام فيما بينهم. لو أنت كنت مسؤول عن وفد أو كنت مدرب أو كنت إداري شنو واجبك حتى تهيئ هذا الفريق لهاي المباراة؟ أخلي فقط في جو المباراة لازم تخلصهم من كل هذه الضغوط. نعم. أنا ما لي شغله بالسياسة. نعم. أنا رجع إحنا أنا لاعب كرة قدم أريد ألعب. يوم ما هذا اللاعب اللي هو بالحكم الافتراضي أنه هو منافسي لي وعدوي في سياسيا لا قد أكون أنا مع مرور الزمن يكون صديقي. يعني مشكلة يعني أنا إقحام مثلا مسعود رجوي وما إلى ذلك هذه الصور وهذه في فرنسا يمكن هذا يعني الآن في مباراة اليوم أشوف رغم احتدام النزاع السياسي لكن الاتحادان ربما أفضل أدائهم الآن. يعني أنا أعتقد يمكن أستاذ خلف قال يمكن بالبداية مرور الوقت أصبحت الفكرة أنه كرة القدم والرياضة بالعموم هي رسالة السلام بدأت تأخذ حيزها الحقيقي لدى الشعوب ولدى السياسيين. لذلك احنا نشوف يمكن لو نرجع بالذاكرة للأولمبيات يمكن تحدثنا 84 في 80 موسكو انسحبت أمريكا بال 84 انسحبت روسيا من الأولمبيات. لذلك أعتقد في حينها اللجنة الأولمبية والاتحاد الدولي قرر أنه يتجه للأمم المتحدة حتى ينطي لكرة القدم أو الرياضة بالعموم استقلالية بعيدة عن السياسة وبعيدة عن تحكم
الحكام اللي ممكن يتحكمون بالمجال الرياضي، لأن الرسالة الأولى هي رياضة بين الشعوب، رسالة السلام بين الشعوب. لذلك أنا أقول الآن وصلنا إلى مراحل متقدمة جدا تطبيق هذا الشعار. لذلك نشوف التخفيف مثل ما قلت في 98 كان أشد، اليوم نشاهد يمكن أفضل من ما شاهدناه. نعم، حتى هو يعني طريقة السابقة. التعامل الإيرانية يعني ما يفعله الإيرانيون دبلوماسيا في دبلوماسيات كرة القدم كم بالضبط يعني يحيلك إلى كيف تجيد إيران إدارة ملفاتها السياسية. اللاعبون الإيرانيين يقدمون الورود، بينما يعني الدوار الأمريكية تضع صورة مسعود رجوي في فرنسا في المدرجات أو إيه. بالنتيجة شوف هذه الورود جابت مباراة ودية لعبوا مباراة فترة في لوس صحيح. مو راح أقول لك على مسألة، لكن هل انتهت هذا الأمر انتهى ولا لا؟ أنا أقول لحد الآن هو ما بنتهي. يعني بالأمس أنا وياك إحنا طلعنا خبر، نعم، والخبر يجيب وكالات الأنباء أنه نزلت الأعلام كل أعلام الدول إلا العلم الإيراني مرفوع منه كلمة الله أكبر. مضبوط نزلت ولا؟ الاتحاد هو هذا سلوك إيه؟ يعني سلوك الاتحاد، يعني الاتحاد الأمريكي نزل بوست في موقع الرسمي ويعني متلاعب بطريقة أو بأخرى يعني، بس بعيدا عن الذات الإلهية هذا نعم. أنت جاي تتلاعب بأعلى رمزية لبلد، هذا هذا سلوك اتحادي نعم. ما يمثل لذلك أنا أستاذ سياسي يعني أقول العفو يعني لذلك أقول شوف اللي يخطأ الآن أصبح كل العالم تشير عليه يلومه. لذلك أصبح الخطأ قليل يعني لو تقيسه بنسبة التقدم أنا أعتقد لا شيء، وممكن هذه الأخطاء اللي تحدث فيها مسألة شيء الاسم أو يسيء تصير تثير رأي العام، أنا أعتقد مرة ثانية ما راح يكرر هو بالضبط نعيم يعني هذا. لذلك الاتحاد الأمريكي رأسا غير هذه الصورة وقام يتعامل مع الموضوع بدبلوماسية كروية أكثر مما هي سلوك سياسي. وأنا أقول هي رسالة السلام، هي الرياضة وكرة القدم ماشية بالاتجاه الصحيح. خلوني أنتقل إلى عبد الأمير ناجي المحلل الكروي والإحصائي، وأنا يعني حضر لي اتصل بي وحضر لي فجملة من الإحصائيات اللي تعطينا انطباع عن مباريات اليوم. إذا جاهز عبد لحظات يكون معنا عبد الأمير. يمكن الإحصائيات في المباراتين واضحة، في بالنسبة لهولندا يعني هولندية، وبالنسبة للسنغال سنغالية، بالنسبة لأمريكا أمريكية لحد الشوط الأول. الشوط الأول حتى الشوط الثاني أنا يبلغني المعد يعني نفس مجريات يعني الشوط الأول. لو قبل انطلاق المباراة تقرأ الأمور اللي مرتبة، يعني وجود علي رضا إضافة لعودة الأزموند. خليني أستغل الإنترنت إذا تسمح لي. أهلا بك كابتن عبد الأمير ناجي، اليوم مهمة إحصائية اليوم وين الاتراك سوت مال الزوراء؟ يلا اليوم العراق فوق كل الأندية. حبيبي استاذ حسين، تحياتي لك والإخوان وزملائي الأعزاء استاذ خلف والكابتن نعيم، منكم خير ومن نتكلم يعني تقلبنا مع الفريق الإيراني باعتبار فريق صديق شقيق يعني. إن شاء الله توفق، وحاليا الشوط الثاني وضعه أحسن يعني وين بقى دقائق بسيطة. نعم. نتمنى لهم يعني يسجلون هدف التعادل وإن شاء الله يفوزون إن شاء الله. بنتها مباراة الأولى والثانية يعني اليوم بين إكوادور والسنغال وقطر وهولندا، يعني بدأت مراحل المباريات الأخيرة في كل مجموعة باعتبار أنه المجاميع الثمانية تقسمت إلى 4 فرق 32 فريق، وبالتالي كل مجموعة من 4 فرق تلعب 6 مباريات، فانتهت 4 اليوم آخر مباراتين في نفس التوقيت حتى يحسم موضوع يعني تلاعب حسم الأخرى الثانية. نعم. حتى تكون حاسمة. فكانت مباراة قطر وهولندا كانت مقابلها بنفس الوقت إكوادور سنغال، أعتقد يعني المباراتين يعني المجموعة هي الأولى ما كانت فيها منافسة قوية جدا واضحة، لكن كانت منافسة بين إكوادور والسنغال على المركز الثاني باعتبار قطر خرج مبكر. فكانت مباراة قطر وهولندا يعني خلينا نقول خط واحد لاين واحد، وصورتها واضحه للجميع كانت بمستوى الاداء والنتائج. نعم. فريق الهولندي يعني كان اسلوبه دائما هو اللي لعب فان جال ومساعدين مالته ريكاردو وكلون
3 4 1 2 دائما هو يعني قريب ل 3 5 2 لكن يحور بي يعني يصير 3 4 1 2 في مساحه حريه, في حين الفريق القطري وثابت يعني مستمر على اسلوب يعني 5 3 2 باعتبار فريق عربي وفريق يعني يحاول يصل للنجوميه يعني يواجه الكبار على مستوى. على العموم يعني المباراه كانت نتيجتها واضحه للجميع, وقطر الحيازه كانت 38 مقابل 62 بالنسبه للفريق الهولندي. هذا بالمقابل من يعطيك 62 يعني ما معناه سيطره مطلقه تقريبا كانت للفريق الهولندي. نعم. 780 تمريره هناك صحيحه هذا مقابل 450 يعني تقريبا خلينا نقول مو اكثر من الضعف يعني اكثر من ثلثين. في مقابل دقه التمرير هنا المهمه واللي بالتمرير انه عدد التمريرات يعطيك الحيازه والزمن امتلاك الكره. دقه التمرير كانت 92% يعني هناك نسبه خطا قليله جدا عند الهولنديين, وهذا ما مشهوره بالكره الهولنديه اللي هي يعني الوريثه الشرعيه لها برشلونه والفرق الاخرى اللي تحب بالحيازه والاستحواذ يعني تدمير الكره. مقابل 82 دقه التمرير 92-82 فرق كبير يعني الاخطاء بالنسبه للاخطاء قياسا بعدد التمريرات 450 مقابل 780. عندك ضربات الزاويه 4 مقابل 2 هنا نسبه التهديف ايضا عندك 13 شوت كان الهولندا مقابل 5 ومن ضمنها طبعا الاهداف والاخطاء المرتكبه. هنا اكو شيء مهم يعني يجب يعني خذت المهمات بالارقام يعني ما اقدر كل الارقام هنا 19 فاول مقابل 9 يعني ما معناه الفريق الهولندي قابليات البدنيه قدرات اللاعبي اعلى من اللاعب العربي. اعتقد هذه اهم الارقام يعني تدري هولندا يعني فريق كبير يعني اسمه فان دايك ويونغ ابو كرار. لو ننتقل لاحصائيات المباراه الاخرى السنغال الاكوادور عندك أيوه. شيء عنها لان هي اعتقد الابرز. نعم. والاجمل والاكثر فنا الابرز اكيد ان شاء الله. يعني الاكوادور والسنغال كان مباراه يعني تنافسيه يعني كل يعني الاكوادور لو فايز كان يتاهل والسنغال كان محتاج فوز ايضا باعتبار ياكد انه خسارته مع هولندا لم تكن يعني بمستوى رغبته. فكان الاكوادور يعني ثابت اغلب فرق امريكا الجنوبيه 4-3-3 تلعب باسلوبها المعهود التقليدي المهاري في ملعب الخصم. السنغال يلعب 4-2-3-1 تقليديه يعني لاعبين رغم انه اغلب لاعبي السنغال يلعبون في الدوريات الاوروبيه. الحيازه ايضا كانت في صالح الاكوادور باعتبار كان هو المسيطر اكثر تمرير واكثر مهاره يعني الملعب دائما لاعبين سريعين. عفوا الحيازه اكثر لمن كانت؟ الاكوادور 61 مقابل 39 يعني مشابهه تقريبا. في حين يعني عدد التمريرات هنا في هذه المباراه 440 تقريبا اكوادور مقابل 280 440 يعني اكثر من 130 تمريره عندهم الاكوادور تمرير لان تعرف فرق امريكا الجنوبيه تحب التمرير القصير والمهاري والتنقل لكن دقه التمرير هنا عندنا مشكله بها 78 مقابل 68 للسنغال. يعني هنا هاي المباراه كانت يعني فيها اصطدامات وتلاحمات كثيره فيها اخطاء وقوف كثير ومن هاي المشكله انه صارت يعني حتى بالتهديف 14 للسنغال مقابل 9 الزوايا 6 مقابل 3 هنا هذا التمرير والتوقف يعني استعاده الكره وفقدان الكره 23 مقابل 11 الاخطاء اجمالا عبد الامير وفقا لهذه الارقام يعني هولندا. نعم. افضل تتضح يعني قراءه الارقام وايضا يتضح لنا ان السنغال كانت افضل من الاكوادور في مباراه الحسم برغم ان خيارين كان للمنتخب الاكوادوري والحيازه على وفق ما تقول تاشيراتك انه الحيازه يعني ليس كل من حاز الكره يفوز بالمباراه مناطق الخطا ضبط. وتكلمنا حتى في الاتصال السابق قلت لك مو مشكله يا الحيازه ممكن انت فريق مهاري وفريق يمتلك عنده قدرات يعني عاليه لاعبين في الاستلام والتسليم والتدوير وحركه لكن المقابل يعرف هذه القدره انه افضل مني فيعطي مساحه ويرجع يدافع منخفض حتى يخليه يدور يلعب كره يعني حتى يستنزف بهذا الطاقه هنا يتصل بالجهد ويسوي فراغات وينتقل لهذا. هي هذه قراءات يعني المدربين قراءات تتبعها قرارات
يعني هنا راح يتحركون بنقاط ضعف الحيازوي والخط الاكوارد. كابتن قدرت تسجل احصائيه عن مباراه امريكا ايران؟ يعني الشوط الاول تقريبا ايضا واضح كان السيطره الامريكيه يعني عن مستوى الحيازه ايضا. نعم. كان 60 مقابل 40 تقريبا. نعم. التمرير يعني هنا اللي قدرت اوصل له التمرير يعني امريكا اكثر من ايران ب 100 تمريره تقريبا. نعم. هذا اعطاهم هو نسبه 60% الحيازه. دقه التمرير هي هذا اللي مهمه جدا. التمرير مو المشكله بالعدد، المشكله بالدقه مالته. 88 يعني نسبه الخطا عند الامريكان كانت قليله يعني بالثلث الاخير اثناء امام الدفاع عندما تقدم. في حين الفريق الايراني كان يلعب دفاع فكان عنده 270 العفو 71 نسبه يعني عنده من كل 10 باصات ثلاثه خطا يصير، او مثلا من كل 100 ووصل 210 يعني عنده فوق ال 30 اكثر من 33 تمريره خاطئه بالشوط الاول. هذا دقه التمرير. في حين مثلا هذا وين وصل؟ اوصل الى الثلث الاخير انه السيطره الامريكيه انعكست 9 محاولات تهديف مقابل واحده فقط طيران في الشوط الاول. سيطره مطلقه لكن الشوط الثاني سيطره مطلقه الشوط الثاني يتغير اكو فرق يعني ايران وصلت اكثر من 6 الى 7 محاولات تهديف. يعني هذا الاسلوب يتغير حسب حاجه المدرب. تعرف هاي مباريات حاسمه المدرب يطرح باقي. انا اشكرك يعني. اشكرك كابتن عبد الامير، على امل ان نلتقيك مجددا في احصائيات رقميه تمنح المشاهد فكرة فنية يسيرة وواضحة عن من يسيطر ومن يسجل. أشكرك جدا أستاذ عبد الأمير. تحياتي لإخواني. تسلم. إذن قراءة عبد الأمير أو أرقامه تتسق مع رؤيتكما في ما آلت إليه نتيجة الشوط الأول. أعتقد هي النتيجة إلى حد هذه اللحظة هي 1-0. دقيقة 94. دقيقة 94 الآن 1-0 1-0 لأمريكا. لكن حسب ما تحدث أنه واصلين يمكن مغيرين. أنا أعتقد الأسلوب اللي شفناه وضعك طبيعي يعني أنت ليس لديك إلا أن تتعادل هدف واحد يفصل إيران عن الدور الثاني. نعم. وعن الفريق يعني قريب المستوى. لا هو الأسلوب اللي تبع الفريق الإيراني، مسألة اللعب الطويل على الطارم، اعتماد على طارم واعتماد على آزموند. رغم أنه إحنا استبشرنا خير أنه وجود علي رضا آزموند أساسي جاهزين فريق في أتم الجاهزين. علي قول 17 من لاعبين اللي مهاريين اللي يقدم مستويات عالية جدا، لكن ما أعرف الأسلوب هذا اللي عكس فريق الأمريكي اللي دائما شفنا الحيازة حيازة الكرة والصعود مجموعة كمجموعة. أريد أسألك قبل ما أنتقل إلى خلاف، أريد أسألك، أنا من البداية قلت الشوط الثاني يعني سيكون أمريكيين بالنسبة للبناء الجسماني. هل استطاع مثلا كيروش أو كذا؟ إحنا ما شايفينه، ما نقدر نتحدث، ولكن مدارس اللياقة البدنية تتقدم في أمريكا. نعم. والألعاب القوى بينه. هل أثر؟ أنا شفته من الشوط الأول أثر واضح جدا، يعني يعرف الفريق الأمريكي يمكن من أفضل المدربين والإمكانيات اللي يمتلكوها العلمية والتكنولوجيا كلها أكيد عامل مساعد لأنه يظهر الفريق الأمريكي بهذا المستوى من اللياقة البدنية، عامل مهم جدا. خلف أسألك عن ملف مهم، هل أثرت الضغوط أو المناوشات أو المناكفات الإعلامية تجاه كيروش أو تجاه الاتحاد الإيراني أو تجاه مجمل الجار؟ لا يعني أنا باعتقادي جاوزوها، بس هم اليوم دخولهم لهذه المباراة خلينا نكون منطقيين طرحنا. من دخلوا مباراتهم مع ويلز وكانوا يحتاجون أن يفوزون على ويلز، تدري الفريق الإيراني كم مرة دخل على داخل منطقة جزاء ويلز؟ كان بإمكانهم يسجلون مو اثنين، يسجلون ستة. مضبوط، أنا وياك تحللنا المباراة. اليوم ويز تعادلت بالمباراة الأولى مع أمريكا، لكن ما استطاعت أمريكا أن تقدم نفس المستوى اللي قدمته أمام إيران. إذن أنا من دخلت للمباراة شنو في بالي شريد من المباراة؟ هسه مثل ما تفضل الكابتن عبد الأمير، لأن إحنا بالاستوديو يقول الشوط الثاني وصل حوالي 6 مرات. أكو مسألة مهمة جدا، أنا باعتقادي الجيل الإيراني اللي يلعب كرة قدم حاليا جيل قمة بالبطء، أكو فارق السرعة بالأداء مباراتهم عن أمريكا. ومثل ما تفضل الأخ نعيم، وأنا قد أكون شاهد عيان، يعني أنا هسه لو تقول لي كابتن، لو أنا وكابتن نعيم ندرب المنتخب الوطني أقول لي خليت أروح أحد يجي مدرب إعداد بدني من أمريكا،
ليش؟ تدري ليش؟ راح يعودك على عامل السرعه. ماشي اليوم اكو عامل بطء بالمنتخب لا الإيراني. ماكو يعني تتذكر 98 فقط يعني علي جوزان رضا ستلي مهدي مهدي بيكي اي كل سرعه خدادة عزيزي صح. ردت لي لاعب واحد سريع يمكن 17 كان عندهم مدافع يمين يمكن من الاهواز جواد غير جواد لا من الاهواز حسيني ولا كذا تحس بي ماخذ هذا الجانب كانه حبيب جعفر ايام زمان من لعب كره قدم عندنا اكو بطء بطء جدا بطء انا اعتقد حتى حجم اللاعبين بطء بالتنقل زياده الوزن مو زياده وزن بس يعني بطيء هو طبيعه الجسم الضخم يكون بطيء مو هو كل اللاعب يعني العرق الشرق الاوسطي اكو ضخامه بالاجساد اكو حتى بطء بالحركه ولكن ما معقول بلد يعني يعد رياضه يعد رياضه ويعد كره قدم يعني من البلدان المتقدمه اسيويا واللي لعبت 6 مره في المونديال ما يقدر يفرز يعني اجنحه سريعين لا مو ما يفرز لو ما عنده هذه الامكانيات ما كان موجود الان في كاس العالم صحيح لكن نسولف على مقارنه مع الفرق الاخرى اللي احنا مشخصين خلينا نقول مو اسيا الاسيويه متقارنه ويا الفرق الاوروبيه ايران اليوم واجهت منتخب كره قدم في امريكا مو منتخب الام بي اي مو كره السله نعم امريكا ليس لها مجد كروي يستحق ان نتحدث عنه بس يمكن خلينا قراءه فنيه فريق الامريكي لعب مباراه أفضل اروع ما يكون لا افضل انا شفت الشوط الاول تحدث عن الشوط الاول حتى المباراه اللي لعبها السابقه كان مستواه راقي جدا رقم 10 من اللاعبين لاعب انا اعتقد حتى التك مدافع كان لعب في هذا المجنس من سوزا برشلونه اغلب اللاعبين هذا ايضا ليبيري ابن جورج ابن جورج وي اغلب اللاعبين افضل لاعب ليبيري يعني يلعبون مستوى رئيس الجمهوريه لا هي غريبه يعني هاي انت بلد 300 اكثر من 300 مليون بحاجه الى ان تجنس ما تقدر تطلع 300 مليون تطلع 11 لاعب راح اقول لك شغله بعدين انت تتكلم على مساله التجنيس احنا مرات اكو دول بالعالم يعني خلينا نقول استراليا خلي نقول كندا خلي نقول الولايات المتحده الامريكيه حتى فرنسا العالم تجي من كل انحاء العالم دول الازمات وين يجون؟ يجون يعيشون بهذه المقاطعه ايران خارج المنافسه تاهل المنتخب الامريكي يعني انتهت 1-0 اذا انجلترا بالمركز الاول امريكا بخمسه نقاط بالمركز الثاني والمنتخب الايراني بالمركز الثالث خارج المنافسة خلاص هذه كرة القدم أعتقد فنيا هم اللي كانوا أفضل رغم أنه كنا نأمل أنه الفريق الإيراني يتفوق على الفريق الأمريكي لكن بالمعطيات أنا شفت أنه كابتن نعيم يمكن خلي شوي نتحاوراني أنا شفت الفريق الإيراني يعني اللاعب إذا انقطعت الهجمة ويريد يبني هجمة أو الكرة ما عنده خيارات ما عنده حلول لأنه الكل كأنه يذكرني بالفريق العراقي بلعب كرة قدم يعني الخيار فقط اللي عنده كرة يسوي الحل نفس الحال نرجع عليها نقول فارق الإمكانيات الفنية والاحتكاك لدى اللاعبين منتخب الإيران أفضل هو رقم واحد بآسيا لذلك شوف ليش من يروح على المستويات عالية مع الفرق الأوروبية الأمريكية اللاتينية يطلع المستوى الحقيقي الخيارات تبقى هاي الفوارق اللي تحدثنا عنها إن الإمكانيات المهارية لدى اللاعبين والاحتكاك بالأندية إضافة صح من المنتخب الوطني كلها تتجمع ويطلع المنتخب يعني أنا أشاركك الرأي نعيم بأنه المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأمريكي كلاهما فنيا أفضل يعني وتحضيرهم أعلى من المنتخب الإيراني واستحقان البطاقتين الأولى والثانية ولكن أما كان بالإمكان أفضل مما حصل يعني أنت قريب 1-0 ليست بالنتيجة الكبيرة هو ممكن هاي يمكن الدافع المعنوي أو الضغط المعنوي الضغط الجماهيري أنا شفت المنتخب الإيراني يعني مندفع أكثر مما يفكر صح هو حتى لو تشوف يمكن هسه فنيا لو نقرأ قراءات كيروش في هذه المباراة فنيا نقول صح فنيا إنه أنت تلعب صح. تلعب على منتخب سريع منتخب لياقته البدنية عالية أنت شنو تريده من المباراة مثل ما قال كابتن خلف أنا شنو أريد بس ما نقطة تقول. نقطة واحدة أطلع أنا متأهل للدور الثاني لعب حالة دفاعية لذلك أنا أقول قدروا يتعاملون يعني حتى الهدف اللي سجلوه من حالة خطأ بسيط جدا هسه خليني إيش قد استحوذوا نعوف الموضوع استحوذوا تمرير كرة الفريق الأمريكي أكثر نشوفه أكثر ركازة بالملعب
الاعتماد الفريق الإيراني على أسلوب واحد إنه الكرات الطويلة معتمدين على أزموند وسرعاته اللي ممكن يشكل منها حالة خطر وطارمي أيضا باللياقة البدنية العالية والقوة الجسمانية ممكن يحصل هدف وبالتالي ممكن هو يعزز الحالة الدفاعية فنيا هذا بس الحل هذا بسلاح ذو حدين إنه أنت تبقى الدافع بأي لحظة يدخل وبأي لحظة ممكن تتخرج مثل ما صارت إنه خطأ واحد صارت من اللاعب هذا رقم 10 ورقم 2 هم أفضل لاعبين موجودين في المنتخب الأمريكي وقدروا يحققون الهدف. خلينا نروح إلى فاصل يعني إلى حد ما يذكرنا بأهداف المنتخب الإيراني ويعني قد نرى شيئا مما تحدثتما به. كانت تلك بعض من اللمحات التي لم يستطع المنتخب الإيراني أن يصنع منها شيئا على الأقل التقديرات في مباراة اليوم. أنتقل معكم أحبتي إلى فقرة خبر وتعليق. تابع لنا الزميل مازن السريع اليوم ما يجري على هامش المونديال. حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قراره بصدد تسجيل هدف الأول للمنتخب البرتغالي في شباك الأوروغواي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأكد فيفا في بيان رسمي أصدره أن رونالدو لم يلمس الكرة التي لعبها زميله برونو فرنانديز قبل دخولها لمرمى الأوروغواي. من جانبها أعلنت شركة أديداس المصنعة للكرة الرحلة بأنها استخدمت مستشعرا إلكترونيا تمت زراعته داخل الكرة أظهر عدم ملامسة رأس المهاجم البرتغالي لها. وكان رونالدو احتفل أمس بهذا الهدف الذي لم يسجله معتبرا نفسه قد سجل تاسع أهدافه خلال مشاركاته الخمس في المونديال. ظهر هاي الكرة الرحلة راح طلع لنا هواي شغلات خلف طلع لنا البلاوي لا هو هم راح تعطي كل ذي حق حقه يعني فماني شلون يعني انت سدد والمهم مش حسيت انه انت شاركت بمس الكره لكن الكره انت ما ماسه يسجل الهدف باسمك في حين اللاعب اللي سدد الكره ما يسجل الهدف باسمه زين زين هذا رونالدو مسوين عليه قبل ما يدربين ليه حسيت له تباع اللقطه وتباع الصوره نعيم تاتش مبين تحس انه يعني مستحيل ولكن المستشعرات الإلكترونية قالت غير ذلك. حيال حال الفار يعني اللي يحاولون هاي التكنولوجيا استغلالها في إنه إنصاف الفرق وإنصاف اللاعبين. يعني وحال حال الكيناين بعد سيطراتنا. في متابعة ثانية أثرت نتائج المباريات خلال الجولتين الأولى والثانية في دوري مجموعة مونديال الدوحة 22 على ترتيب المنتخبات المشاركة فيها وتصنيفها العالمي المعتمد لدى فيفا. فيما حافظ المنتخب الفرنسي على الصدارة عالميا بالرغم من إصابات وغياب عدد كبير من نجومه وصل المنتخب البرتغالي إلى المرتبة الثانية عالميا بعد فوزه على الأوروغواياني متفوقا على المنتخب البرازيلي في المرتبة الثالثة. وعلى مستوى سباق التصنيف بين المنتخبات الدول العربية والإسلامية تقدم المنتخب المغربي إلى المرتبة التاسعة يتفيدك بعد فوزه الكبير على بلجيكا بينما تراجع المنتخب السعودي من المرتبة الرابعة إلى المرتبة السادسة عشرة كما تراجع المنتخب التونسي أعتقد راح يتراجع بعد زيادة من المرتبة السابعة عشرة إلى السادسة والعشرين وكذلك تراجع المنتخب القطري من التاسع والعشرين إلى الحادي والثلاثين بينما تقدم المنتخب الإيراني حتما قبل هاي المباراة من المرتبة الحادي والثلاثين إلى المرتبة الثامنة عشرة. التصنيفات هاي مال فيفا عندك قناعات بها كابتن هي لا مو تعتمد على ارقام تعتمد على نتائج مو على ارقام يعني النتائج شنو أرقام يعني ارقام فواحد فوز نعم. لا وبعدين انت علي من فايز يعني انت فايز على خلينا نقول مثلا الفريق السعودي من فاز على الفريق الارجنتيني كسب كم نقطه حوالي مثلا 12 نقطه مثلا على سبيل المثال لا هو نعم نعم ايه. تفضل فاذا مثلا المغرب وتفوز على بلجيكا وبلجيكا كان تصنيفها الثالث على الآن ما أعرف شلون الثالث هذا مقتنع نعم شفت مباراة بلجيكا يعني فريق بلجيكا من الفرق بالمعطيات اللي نزل بها في بطولة كأس العالم المفروض أنه من الفرق المرشح سيطر على التصنيف الأول يمكن فترة طويلة سنة وأكثر من سنة هو مصدر التصنيف بالمعطيات لكن بالواقع على ارض انه تشوفه نعم هذه يعني هي بس راح اسالك انت تتوقع انا اتوقع ولا بالتالي كابتن نعيمك سؤال مهم جدا احنا على طول نطرح مواضيع بهاي الحلقه النجوم الكره البلجيكيه
أفضل النجوم. نعم. ويلعبون في أفضل الأندية الدوريات العالم. لكن من تجي هذا الموسم وشاهد هؤلاء اللاعبين اللي يقدمون هذا المستوى الآن راح تستغرب وتقول وين العلة؟ يشوفوا التصريح اللي قال. عودة سريعة إلى نتيجة هذه المباراة الحاسمة يعني عذرا حتى يصير المتابع بصورة 1-0 لصالح المنتخب الأمريكي وتأهل إلى الدور الثاني مع المنتخب الإنجليزي. بالمناسبة يعني إحنا هواية شككنا بالمنتخب الإنجليزي، على أقل تقدر أتحدث عن نفسي، يعني كان يبحث عن تعادل هناك وأن يمنح المباراة إلى ويلز في محاولة، وبالنتيجة ما كان أني جازف. أنا قلت يبحث عن التعادل في تركيا، ما كان أني جازف ويروح مثلا يعوف السنغال ويروح الهولندا. وهي أفضل ما يمكن أن يتحقق أنه أنت تلعب في أنواع أفضل ما يمكن. أفضل ما يمكن. هذا سبب النمسا وألمانيا 82 ذكر طلعوا الجزائر. طلعوا المنتخب الجزائري. بالنتيجة يمكن بما أنه تلعب في أنواع خلاص المباراة. عموما خليني يعني إلى مباريات يوم غد. يلا. سريعا. واليوم أريد أبدي يعني عكس هذا، أريد أبدي من نعيم. مباراة يوم غد كابتن نعيم، عندنا المجموعة سي، السعودية بثلاث نقاط والبحث عن الفوز على المكسيك بنقطة واحدة. يعني الآن الفريق السعودي ما عنده خيارات غير أنه ممكن يحقق الفوز حتى تكون حظوظه كبيرة جدا في مرحلة الانتقال. يعني أنت شو تشوف؟ أنا حقيقة أشوف أنه المنتخب المكسيكي من الفرق القوية، رغم أنه حصل على نقطة واحدة، لكن حتى خسارته مع المنتخب الأرجنتيني كان نت قوي جدا وقادر على أنه يجتاز الفرق القوية. ما راح تكون مهمة سهلة للسعودية. أنا أتفق معك في أرجحية المنتخب المكسيكي يوم هذا. فنيا أنا أتحدث الآن فنيا أنه فريق المكسيكي من فرق المقدمة. أنا أيضا أتحدث في الفن الكروي. يعني لا، في بعض الأحيان تأخذنا روح العاطفة. أنا قلت الآن السعودية ثلاث نقاط ونتمنى، لكن فنيا بالواقع نتمنى فوز المنتخب العربي المسلم الجار بكل ذلك، ولكن أكيد. فنيا المعطيات توحي المنتخب المكسيكي. الأرجنتين بثلاث نقاط وميسي تواجه بولندا بأربع نقاط وزيلينسكي، ما بدي أقول ليفاندوفسكي، لاعب اسمه زيلينسكي اللي يسجل بالمباراة. نعم، شو تشوف أستاذ؟ يعني أنا أعتقد أنه الفريق الأرجنتيني شفناه في المباراة الثانية عكس ما شاهدناه، حتى الروحية اختلفت. نشوف ميسي غير ما شفناه مباراة السعودية، لهذا ينطي انطباع ودلالة أنه الفريق الأرجنتيني أصبح غير ما شاهدناه المباراة الأولى. فأعتقد أنه الأرجنتين راح ينزل بروحية عالية وعازم على أنه يحقق الانتصار حتى ممكن. وأنا أتفق أيضا قبل ما أعبر عن المجموعة الثانية أيضا في سرعة، أنا طرحت المقدمات السعودية المكسيك كابتن خلف. شوف أنا يمكن عندي وجهة نظر شوي مختلف. أي. وريد أختلف. أي. لا بالعكس محترم. المكسيك بدأ البطولة بدون أن يسجل، هذه مصيبة، سجل هدف واحد وبالشافحات يعني. نعم. الفريق نعم. ما عنده القدرة أن يروح يسجل للمباراة. نعم. الآن الكرة السعودية في تريد تثبت ذاتها. نعم. أنا خسرت، فزت على الأرجنتين. نعم. وتلقيت خسارة أنا ما مستحقة من بولندا. نعم. يعني كان بإمكانهم أن يفوزون بكم هائل من ال... نعم. من من من, من الأهداف. نعم. لكن ما صار الهدف. نعم. الآن هل عد هذا الحد ونوقف؟ يعني نطل المباراة للمكسيك لو نظل نقاتل من أجل البطاقة. زخم النجاح المتحقق. أصعب مباراة. إيه؟ بين هاي الأربعة هي المباراة. يعني أنت تميل إلى فوز. أنا أروح السعودي. نعم، هسه خلينا نخبط. يلا باكر. الأرجنتين بولندا في. لا، الأرجنتين بولندا أصلاً مو فريق كرة قدم، أنا برأيي. نعم، ممتاز. رأيك وهو محترم. المجموعة دي تونس بنقطة واحدة تبحث عن فرصة على الفوز على المرشح الأبرز والمتأهل. يعني فرنسا. أعتقد راح تكون كوب بيست من قطر و. هولندا. هولندا. خوش وصف. استاذ نعيم، استراليا بثلاث نقاط تبحث عن فرصة ممكنة امام الدنمارك التي ليس لها الا نقطة واحدة. يعني انا يمكن النقاط هنا تختلف، انا اشوف ممكن الفريق الدنماركي يكون هو الافضل الارجحية له. انا وياك بدني لحد الان اربعة وياك. نعم. وفرنسا والدنمارك والارجنتين والمكسيك. اعود للاستاذ خلف، تونس فرنسا، إذا حثت أكبر مفاجئ في هذه البطولة إذا تونس فازت على فرنسا. هسه مفاجئ إذا صعب. أنا عفني من ذي، أنت شو تريد؟ فرنسا. فرنسا. ما نريد نصير هاين. أستراليا الدنمارك. لا، الدنمارك. أستراليا من الفرق ربما باكر الفريق خلينا نقول الفرق الآسيوية اللي ودعت قطر إيران، باكر أستراليا تودع.
أنا أشكرك جدا أستاذ خلف، يعني فرح جدا بانضمامك معنا محللا ثانيا في برنامج أيام المونديال من فضائية الأيام. إلى هنا أختتم حلقة هذا اليوم أحبتي الكرام، ومتمنيا للمنتخبات العربية أن تحقق ذاتها في مباراتي يوم غد. انتظروني غدا في التوقيت ذاته من فضائية الأيام وأيام المونديال. تصبحون على خير.